طب خلينا نروح ليوسف بقى، اجي لك يا يوسف. انت بتلعب في النادي الاهلي من فتره، من 2018 صح؟ طيب انت بقى، انت ليك تجربه الاول شويه. هو ما راحش انجلترا عشان امريكا عشان التاشيره ما طلعتش، انت رحت. نرجع بقى بالتاريخ شويه كده. انجلترا عرفت هتروحها ازاي الاول؟ اي سوري، امريكا هتروحها ازاي الاول؟ امريكا عادي، لا انت تطلع على حسابك، اي حد ممكن يطلعها. بس ليه لازم يبقى له رانك؟ اللي اعرفه ان امريكا اللي في الجينيورز بقى دلوقتي لازم يبقى له رانك، مش اي حد. بس فانا رقم واحد، فكان خلاص انت بالنسبه لك تسجل تروح، انما اول 8 هم بس اللي يقدروا يسجلوا ويروح، بيجيب ورقه من الاتحاد بالرانك بتاعك. صح. طيب ايه اللي خلاها تيجي في دماغك ان انت تسافر؟ عشان هي بطوله جامده برضو زي بطوله انجلترا، يعني هي تقريبا تاني اجمد بطوله بعدها على طول، فان انا اكسبها دي حاجه كويسه. رحتها في تحت 15؟ لا تحت 17. رحتها زمان صغير. تحت 13. تحت 13 سنه كام تفتكر؟ 2016 اخر 2019. 2019 رحت عملت فيها ايه؟ كسبتها برضه الحمد لله ما شاء الله. يعني انت رحتها تحت 13 وكسبتها. ورحت انجلترا 15 ماتش عشان كورونا. كانت اتلغت بقى السنتين دول. ورحت برضه انجلترا 2020 كسبتها برضه الحمد لله ما شاء الله. 13. دي كانت في قلب كورونا بقى. بس كنا عاملين هنا هي بابل. البطوله اتلعبت وبعد كده الدنيا قفلت خالص ما شاء الله. رحت انت جبت الدنيا وانت جاي من جاي راجع من انجلترا، رحت قافل الباب. طب سلام عليكم يا جماعه، انا كده تمام، انا كسبت خدت الدهب وماشي. طيب انت رحت امريكا، خلينا نتكلم امريكا. انت سجلت، عملت ريجستريشن، دفعت الفيس بتاعت البطوله، حجزت. كان بتعمل في انهي ولايه؟ في فيلادلفيا. فيلادلفيا ده بعده شويه، كان الاول بيعملوه في نيويورك. كان في بوسطن قبل كده. كان بوسطن، وبعد كده كان في كانكتك قبل كده في في قريبه من كندا، وبعد كده دلوقتي رحتوا فيلادلفيا. عاملين ياخدوكوا واحده واحده جوه. طيب البطوله هناك كان في مصريين معاك في امريكا؟ كان في مصريين. مين؟ كان في، مش من الاول خمسه، كان في واحد اسمه علي الطيب، وكان في واحد اسمه محمود، مفيش حد منهم من الاهلي يعني. كان مش مشكله، مصريين عامه موجودين من انديه اخرى. يعني كان في 3-4 معاك. طب ليه مفيش عدد كبير راح امريكا؟ كان زمان بتلاقي مصريين الطياره كلها رايحه مصريين. ليه بقى عدد قل؟ عشان موضوع الرانكينج ده قل ولا ممكن عشان الرانك والفيزا؟ الفيزا في ناس كتير فعلا جت لها. ما هو مروان ما راحش عشان الفيزا. بس انت معاك الفيزا من زمان عشان كده سجلت ورحت. رحت لوحدك ولا رحت مع مين يا يوسف؟ لا رحت مع مامتي وبابايا. مامتك وباباك ما سابوكش؟ هم كانوا بيلعبوا سكواش الاول؟ لا لا مش بيلعبوا سكواش. طب ليه اختاروا لك سكواش ولا انت اللي اخترتها؟ لا هل ليك اخ اكبر منك؟ ما انا بسال. زي ما هو مروان طلع بالديفولت زي مصطفى، خد لفه الاول كوره وبعد كده راح سكواش، فخد لفه وبعد كده حط مروان على الطريق. خلاص هو لعب سكواش فمروان طلع ورا اخوه. انت مالكش اخ اكبر منك؟ لا عندي اخويا لعبوا سكواش؟ لعبوا زمان. بقى خلاص يبقى ده الاصل بقى. ايوه يبقى هم الاصل بقى اللي قالوا بابا وماما سكواش وبتاع، وبعد كده انت دخلت. طيب رحنا امريكا وكسبنا ذهب، رجعنا لعبت كام بطوله زي هم؟ خمسه برضه زي ما هم. خمسه برضه هم نفس الخمسه؟ لا بس انا لعبت اربعه، ويعني هم اول خمسه بس اللي بيحددوا يعني مين اللي طالعين. تمام. انا لعبت اربعه بس عشان يعني في بطوله المناطق النقط بتاعتها تبقى عاليه. ايوه وانا كسبت اثنين منهم، فما كنتش محتاج العب اخر واحده. انت عملت ايه طب في الاربع بطولات؟ انا لعبت اول بطوله كانت في طنطا. خدت فيها مركز رابع. تمام. وبعد كده منطقه الجيزه خدت اول. عشان اللي دي بقى دي اللي عملت معاك. طيب وبعد كده منطقه اسكندريه. منطقه اسكندريه خدت فيها اول برضه. بس خلاص هم دول يصفروك مريح. هم دول بقى. انت لو لعبت على منطقتين اسكندريه خلاص. لا بالظبط صح. طب والرابعه بقى؟ الرابعه كانت في طنطا برضه، كانت منطقه الدلتا. عملت ايه؟ خدت فيها ثالث. بس حلو انت واخد هم دول اللي خلوك انت. انت تصنيفك على مصر كام دلوقتي؟ واحد. طيب ما شاء الله. يعني انت رايح بطوله الاهلي برضه وكسبتها. بس الاهلي سمعت معاك برضه، ما جمعت لك شويه نقط. طب انت رحت بطوله انجلترا، عرفت ان انت مسافر وخدت تاشيرتك والدنيا تمام، سافرت مع مين؟ مامتي وبابايا برضه. ده ما شاء الله. انت بص باباك هو بقى واخد بابا ومامته بقى معاك، فطبعا يعني الموضوع لا طبعا ربنا يخليهم ليك، واكيد هم اكبر داعم ليك.